عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع درسنا اليوم عن التشابه بلشنا بفكرة الدرس المرة الماضية وحكينا شو المقصود بالتشابه حكينا التشابه هو عبارة عن شكلين بتشابهوا لكن مش شرط انهم يكونوا نفس الحجم مش زي التطابق تمام تختلف عن التطابق التشابه حكينا هم بيكونوا نفس الشكل لكن بيختلفوا بالحجم حكينا كمان انه لازم يكون شرطين عشان يتحقق التشابه أول شرط إنه تكون الزوايا المتناظرة للشكلين المتشابهين يكونوا متطابقات الزوايا المتناظرة متطابقة وتاني إشي تكون الأضلاع المتناظرة متناسبة وهي أخذناها في الحصة الماضية نيجي اليوم لفكرة جديدة في الدرس في التحقق من فهمي صفحة 64 بحكي السؤال وبين ما إذ كانت كان وبين ما إذ كان المستطيلان المجاوران متشابهين ثم اجد عامل المقياس هون مش حكي لك انهم متشابهين بقول لك بيني انه هم متشابهين إن ولا لا هلا قبل ما ابلش بفكره الحل قبل ما ابلش بفكره الحل بدنا نعرف يا مس انه المستطيل المستطيل دائما زواياه قائمه يعني المستطيل هاي بتكون 90 درجه وهاي بتكون 90 درجه وهاي بتكون 90 درجه وهاي بتكون 90 درجه تمام لانه بتكون زوايا قائمه برضه نفس الشيء هذا المستطيل 90 وهذا المستطيل زاويته 90 وهون 90 وهون 90 تمام؟ هي أول إشي بالمستطيل، ثاني إشي كل ضلعين قبال بعض بكونوا متساويين، يعني أي بي طولها 135 برضه دي سي بتكون 135 طولها، ليش؟ لأنه كل ضلعين المستطيل متقابلين بيكونوا نفس إيش؟ نفس الطول. تمام؟ أي دي 45 إذا بي سي 45. تمام طيب هلا نيجي نبلش بفكره دز وهون نفس الشيء هون بتكون اتش جي 90 وهون 30 تمام شو بيحكي لي السؤال بقول لك بين اذا كان المستطيلان المجاوران متشابهين ثم اجد عامل المقياس شو يعني عامل المقياس عامل المقياس اللي هي النسبه بين اطوال اضلاع الشكلين هلا بنيجي لما نحل بتبين معنا شو معنى عامل المقياس هلا كيف بدي اثبت اول شيء باجي بحكي الزاويه هدول الشكلين متشابهين بدي اثبت انهم متشابهين واحد هون كبير والثاني صغير شكل رقم واحد كبير اكبر بالحجم من الشكل رقم اثنين فباجي بحكي هون الزاويه A تطابق الزاويه ايش اي -E. تمام وتساوي 90 درجة، وتساوي 90 درجة، هاي 90 وهاي 90 تمام؟ نيجي للزاوية الثانية. الزاوية دي تطابق ايش؟ الزاوية اتش، وتساوي تسعين درجة التنتين تمام نيجي للزاوية بي الزاوية بي تطابق أي زاوية الزاوية اف وتساوي تسعين نيجي لآخر اشي الزاوية سي تطابق الزاوية جي وتساوي تسعين تمام هيك انا اثبتت انه الزوايا المتناظره لهدول الشكلين متطابقه تمام طيب نيجي للاضلاع نيجي للاضلاع طيب نيجي للاضلاع نيجي للضلع اي دي حكينا بالنسبه هاي للزوايا هلا بالنسبه للاضلاع بدي اثبت انهم ايش انهم هدول الشكلين متشابهين تمام طيب نيجي هلا للاضلاع الاضلاع نيجي الضلع اي دي الضلع AD على الضلع EH تمام يساوي نيجي AD 45 على EH 30 تمام 45 على 30 فيها بواحد ونص تساوي واحد ونص طيب نيجي للثاني الضلع الثاني AB على أ أف يساوي AB مية وخمسة وتلاتين معطينا إياها، على تسعين بيطلع عندي مية وخمسة وتلاتين، تقسيم تسعين بيطلع عندي واحد ونص تمام هلا هل الاضلاع عندي هون وتساويات النسبه بين طولي الضلعين المتناظر اطوال الاضلاع المتناظره في كلا الشكلين متساويه اذا هذا بشكل تشابه تمام هون ليش ما اوجدت للضلعين المتبقيين لانهم نفس الارقام 135 هون 135 وهون برضه 45 لانه حكينا في المستطيل كل ضلعين متقابلا بيكون لهم نفس الطول تمام طيب هلا طالب مني اعامل المقياس شو المقصود بعامل المقياس عامل المقياس عامل المقياس هو واحد ونص عامل المقياس واحد ونص اللي هو النسبة بين طولي الضلعين المتناظرين في الشكل تمام طيب نيجي لمثال ثلاثة نيجي لمثال ثلاثة مثال ثلاثة فكرة جديدة صفحة أربعة وستين بحكي لنا في الشكل المجاور عندي المثلث دي إي أف دي إي أف. هذا الشكل الاول والشكل الثاني ام اه ان في هيها ام ان بي. بقولك اجد قيمه المتغير اكس بدنا قيمه المتغير اكس كيف بدي اوجدها لاحظوا معي يا مس اول إشي بسويه بطلع على الشكلين عندي ان ام بتناسب او ان ام على اي دي مش حكينا اطوال الاضلاع في الشكلين اللي بحققوا التشابه بيكونوا متناسبين يعني ان ام على اي دي تمام هيها نيجي بنحكيها ان ام على اي دي تساوي تمام بفتح اشاره كسر بطلع المجهول المجهول وين جاي مجهول هيو طيب بدي اجي اخذ الضلع اللي بناظره، الضلع اللي بناظره ان بي، فباجي بحكي ان بي على اي اف عشان ايش؟ اعمل تناسب واقدر اوجد الاشي المجهول، خلينا نجي هلا ببين معنا بالحل، ان ام معطينا اياها 12. على اي دي معطينا اياها 9. يساوي ان بي قديش معطينا اياها هيا ان بي 20 على اي اف هيها اي اف اكس معطينا اياها مجهوله اكس يعني هو طالب ان نوجد المجهول هلا شو رح اسوي هون راح اضرب ضرب تبادلي عشان نوجد قيمة إكس فباجي بحكي عشرين ضرب تسعة تساوي اتناش إكس عشرين ضرب تسعة اللي هي صفر بتنزل تسعة ضرب اتنين 18 تساوي 12 اكس تمام على 12 على 12 هاي بتروح مع هاي بصير عندنا اكس تساوي خلينا نيجي هون 180 تقسيم 12 فيها هون بواحد واحد ضرب 12 12 8 تقسيم سوري 18 ناقص 12 اللي هي 6 وهون بتنزل الصفر هلا 60 تقسيم 12 فيها بخمسه خمسة ضرب اثنين عشرة وخمسة ضرب واحد خمسة وواحد ستة إذا الجواب خمسة عشر إكس تساوي خمسة عشر تمام طيب في طلاب تانيين رح يحكوا لي طب ليش ما أخذنا الضلع الثاني؟ في إلها طريقة تانية للحل اطلعوا علي هلا إحنا أخذنا الضلع إن إم على ED يساوي إن على إي هيك إحنا حليناها طيب في إلها طريقة تانية للحل اطلعوا علي باجي باخذ إم إن بي على ايش بناظرها في الشكل الثاني؟ دي اف. دي اف تساوي ناخذ هلا ال ال الضلع ال... اللي فيه المجهول اللي هو إن بي على إي اف طيب إن بي اللي هي 16 على 12 يساوي إن بي قد ايش إن بي؟ هي إن بي 20 على اكس هيك بنضرب ضرب تبادلي كمان بصير عندنا 16 ضرب اكس 16 اكس تساوي 20 ضرب 12 16 اكس تساوي صفر بتنزل و2 ب2 4 2 ب1 2 240 على 16 على 16 هاي بتروح مع هاي بصير عندنا اكس تساوي 240 تقسيم 16 بتساوي عندنا 15 تمام بتساوي عنا 15 فإلها طريقتين للحل يعني يا باخذ الضلع هذا على هاد يساوي هاد على هاد أو باخذ الضلع هاد على هاد يساوي هاد على هاد تمام نفس ما أنا حالي هلا طيب عشان تتوضح الفكرة أكثر خلينا نيجي نحل التحقق من فهمي صفحة خمسة وستين في الشكل المجاور بحكي لك انه هدول الشكلين بحققوا تشابه هي معطيني اشاره التشابه بقول لك اجد قيمه المتغير ام هي ها قيمه المتغير ام هاي مجهوله هاي مجهوله تمام طلعوا كيف راح حلها يا مس هلا اول شيء بتطلع على الشكلين يعني. المعلوم عندي اي دي معروف طيب خليني اخذ اشوف ضلعه المناظر له في الشكل الثاني دبليو زد مش معروف ما بقدر استخدمه ما بقدر استخدمه طيب نيجي ل دي سي دي سي مع زد واي اه هذا موجود وهذا موجود اذا بقدر استخدم دي سي على زد واي تساوي إشارة الكسر هلأ باجي باخذ الضلع اللي فيه المجهول وين الضلع اللي فيه المجهول إكس واي شو اللي بناظره هون بي سي فباجي بحكي بي سي على إكس واي بي سي على إكس واي تمام هلأ باجي هون تمام هلأ باجي هون دي سي قديش معطيني إياها دي سي عشرة فباجي بحط عشرة على زد واي هاي زد واي معتنيها إياها خمستاش تساوي بي سي هيها بي سي معطيني اياها 12 على اكس واي معطيني اياها ام مجهولة هيها المجهولة هون بضرب ضرب تبادلي بيطلع عندي 10 ضرب 12 اه سوري 10 ضرب ام تساوي 15 ضرب 12 تمام عشرة ضرب ام اللي هي عشرة ام تساوي ب12 هي 15 ضرب اتناش اتنين بخمسة عشرة واتنين بواحد اتنين واحد 3 زائد صفر هون بنزل واحد ضرب 15 15 بيطلع عندي هون صفر تلاتة زائد خمسة اه تمانية مية بيجي هون مية هلأ هون على عشرة على عشرة هاي بتروح مع هاي بصير عنا ام تساوي 18 ام تساوي 18 تمام طيب هاي بالنسبه للاضلاع طيب خلينا نشوف الفكره تاعت الزوايا الفكره تاعت الزوايا في سؤال اتدرب وأحل المسائل صفحه 67 بحكي لك اذا علمت ان الشكلين هذول متشابهين تمام اوجد المتغير اكس واي طلعوا علي مس مزبوط هلا عندي هذا الشكل بشابه هذا الشكل هلا هل بالنسبه للزوايا حكينا بما انه الشكلين متشابهان اذا الزوايا المتناظره بالشكلين بتكون متطابقه متطابقه مقصود فيها متساويه يعني هون عندي الزاويه اتش 98 لو طلبت منك الزاويه ام تساوي 98 تمام الزاويه جي 87 معطيني اياها هيها 87 لو طلبت منك ال كامله 87 طيب بدي استفيد من هاي الزوايا المتطابقه في اني اوجد اكس واي خلينا نيجي للمتغير واي خلينا نيجي لمتغير واي وين متغير واي هي باجي بحكي الزاويه جي بتطابق الزاويه او صح هيها تطابق الزاويه او صح هلا الزاويه جي قديش قياسها واي تسا... واي زائد 30 التطابق معناها مساواه الزاويه او اللي هي ايش 60 هي معطيني اياها 60 هلا باجي بحكي ناقص 30 هون بحلها ناقص 30 هاي بتروح مع هاي بصير عندنا واي تساوي 30 درجة يعني واي بتساوي 30 درجة هاي أوجدت واي طب نيجي هلا نوجد اكس وين اكس هيها اكس هلا عندي الزاوية لام شو بتطابق بتطابق الزاوية جي فباجي بحكي الزاوية جي تطابق الزاوية لام الزاوية جي قديش معطيني اياها 87 والتطابق مقصود فيه انه مساواة وال قديش معطيني اياها الزاوية اكس ناقص اربعة فباجي بحكي هون زائد اربعة زائد اربعة هاي بتروح مع هاي بصير عندنا اكس تساوي سبعة زائد اربعة اللي هي واحد وتسعين اكس معناها او اكس قيمتها واحد وتسعين. تمام هاي فكرة درسنا لليوم وان شاء الله بنكمل المرة الجاي ويعطيكم الف عافية